حياكم الله من جديد. تتواصل سلسلة الاتهامات الروسية لعناصر الخوذ البيضاء في سوريا، وآخر تلك التهم ما أعلنه الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية حول قيام مجموعة من المسلحين بارتداء ملابس عناصر الخوذ البيضاء لأداء مهمة محاكاة عملية لإنقاذ ضحايا من هجوم كيماوي. تفاصيل أكثر في هذا التقرير ومن ثم نعود للنقاش. محاولات إطلاق الاتهامات والافتراءات من قبل روسيا وماكيناتها الإعلامية ضد الخوذ البيضاء في سوريا لا تزال مستمرة وفي سياق تصاعدي، الأمر الذي جعل وزارة الدفاع الروسية تتحول إلى منبر لإطلاق هذه الأكاذيب والافتراءات بحق رجال الدفاع المدني الأحرار. الأكذوبة الروسية الجديدة أتت على لسان الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، الذي أعلن في بيان رسمي أن مجموعة من المسلحين المدربين على التعامل مع المواد السامة وتحت إشراف شركة عسكرية خاصة من بريطانيا وصلوا إلى إحدى قرى مدينة جسر الشغور بإدلب، وذلك لأداء مهمة محاكاة عملية إنقاذ لضحايا هجوم كيماوي بملابس عناصر الخوذ البيضاء الذين يستعدون لأداء هذه التمثيلية حسب مزاعم وزارة الدفاع الروسية. هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها موسكو وأبواقها تلفيق تهم تتعلق بالمواد الكيماوية في سوريا وإلصاقها بعناصر الدفاع المدني، فقد كذبت وزارة الدفاع الروسية قبل أشهر الفيديو الذي قدمته الخوذ البيضاء كدليل حول تنفيذ ميليشيا أسد للهجوم الكيماوي في مدينة دوما بريف دمشق، وقالت إنه مفبرك. كما اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في أحد مؤتمراته الصحفية الخوذ البيضاء بفبركة الهجوم الكيماوي الذي راح ضحيته العديد من الأطفال والنساء والرجال في مدينة خان شيخون بإدلب عام 2017، الأمر الذي دفع مراقبين إلى التساؤل حول سبب الإصرار الروسي الذي وصل إلى أعلى مستويات الإدارة الروسية ومؤسساتها، وكأن بين هذه الإدارة ورجال الخوذ البيضاء خصومة شخصية. ولماذا أصبح المحللون الروس يحاولون اتهام الخوذ البيضاء في كل أحاديثهم الصحفية التي تتعلق بسوريا بأسوأ أنواع الاتهامات والافتراءات، حتى ولو لم يكن موضوع الحوار عن هذه المؤسسة الأهلية التي قدمت خيرة منتسبيها شهداء أثناء أداء واجبهم الإنساني؟ أرحب بالسيد رائد الصالح مدير الدفاع المدني، ينضم إلينا مباشرة من إسطنبول. أهلا بك سيد رائد، وأيضا بالمحلل السياسي الروسي أندري أنتيكوف يحدثنا من موسكو مباشرة. أهلا بك سيد أنتيكوف، وأجدد الترحيب طبعا بسيد أحمد كامل الكاتب الصحفي معنا مباشرة من إسطنبول. أيضا أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد رائد، يعني من النقطة الأخيرة التي انتهى فيها أو منها التقرير، يعني نريد أن نعلم هل هناك مشكلة شخصية بينكم وبين الروس؟ حقيقة نحن لا نعلم إذا كان هناك مشكلة شخصية بيننا وبين الروس. نحن كخوذ بيضاء لدينا مهام أساسية هي تقديم الخدمات الأساسية لأهلنا الذي فقدوها بعد الثورة 2011، حيث انسحبت معظم مؤسسات النظام ضمن سياسة العقاب الجماعي التي مارسها النظام السوري على الشعب السوري، وقمنا بتعزيز هذه الخدمات وتقديم خدمات البحث والإنقاذ، وبعد ذلك بدأنا نلعب دور بإيصال الجرائم التي ترتكب في سوريا، وطورنا الفرق الخاصة في الدفاع المدني لإيصال أدلة. طيب لماذا كل هذه الهجمة الكبيرة من روسيا عليكم؟ لماذا؟ ما السبب؟ ماذا تعتقد أن يكون السبب؟ حقيقة هلا السبب هو يعني بصراحة نحن من يكذب رواية الروس، ونحن من يقدم الرواية الحقيقية من سوريا. لذلك روسيا اليوم هي حقيقة منزعجة جدا من الدور الذي نلعبه، لأن روسيا تتكلم في العالم كله عن إعادة اللاجئين الآن وعن إعادة الإعمار وعن الأمان في سوريا، ولكن هي بنفس الوقت
تقصف المستشفيات وتقصف المراكز الدفاع المدني وتقصف المدارس وتقصف الأسواق الشعبية. نحن دحضنا الرواية الروسية بعد تدخلها في 30/9/2015 بأنها ارتكبت العديد من المجازر. أيضا روسيا ارتكبت انتهاكات في سوريا ليس فقط النظام، ونحن قدمنا أدلة على استخدام النظام للأسلحة الكيميائية في خان شيخون، وصدر التقرير من اللجنة الدولية المشكلة بقرار مجلس الأمن في 2015، صدر تقرير ب 28/10/2017 يقر أن النظام السوري استخدم غاز السارين في خان شيخون. هذا روسيا هي تعمل بكل الآن روسيا تعمل بكل الوسائل لتشوه سمعة هذه المؤسسة، لتشوه سمعة هؤلاء المتطوعين، حتى تدحض الأدلة التي قدمناها للمؤسسات الدولية. طيب. وللجان الدولية، وتضرب بشهادتنا عرض الحائط. طيب سيد أنتيكوف، لماذا كل هذه الاتهامات وهذه هي التصريحات من قبل روسيا فيما يتعلق بمنظمة الخوذ البيضاء أو الدفاع المدني السوري الذي أنقذ حياة عشرات الآلاف من السوريين الذين تعرضوا لقصف إن كان من الروس وإن كان من النظام؟ لماذا؟ نريد أن نعلم. بس رأي شخصي، أولا بسبب من الأسباب الخوذ البيضاء تعمل وتقود عملياتها بين القوسين الإنسانية في أراضي التي تسيطر عليها فقط المعارضة المسلحة أو حتى الإرهابيين. لماذا هذه المنظمة بين القوسين الإنسانية لا تعمل في أراضي التي تسيطر عليها السلطات السورية؟ المنظمة الإنسانية الحقيقية هي لا تفرق ما بين السلطة والمعارضة، ما بين هي لا تأخذ في عين الاعتبار فقط الأبرياء في منطقة طيب يعني أنا سأضيف فكرة هنا سيد أنتيكوف. يعني هذه هي النقطة. يعني من أول ما بدأت العمل هذه المنظمة والنظام والروس يتهمونها بأنها عميلة وبأنها منظمة إرهابية وبأنها يعني يعطون صورة مشوهة عنها، كيف تريد منهم أن يذهبوا ويعملوا بمناطق سيطرة النظام إذا كان النظام منذ أول يوم اتهمهم بالخيانة والعمالة؟ كيف يعني ببساطة؟ أنا أعتقد أن لو قدمت هذه المنظمة الصورة الحقيقية، لو لا قامت بتصوير الفيديوهات، لو لا قامت بتصوير الفيديوهات من طراز مانيكن تشالنج، لو لا قدمت الفيديوهات تم تصوير فيه البنت واحد في أماكن مختلفة، فلا شهدنا يعني قبول كامل من قبل الجانب الروسي مثل ما تقبل روسيا مثلا الهلال الأحمر والمنظمات الأخرى، المنظمات الإنسانية الأخرى. ولكن المشكلة هنا أن أود أن أذكر أن خوذ البيضاء ممولة من قبل الدول الغربية، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، غيرها من الدول، وكذلك بعد مثلا عملية في جنوب سوريا تم انسحاب عناصر هذه المنظمة عبر أي دولة؟ عبر دولة إسرائيل. يعني واضح أن إسرائيل هي كذلك تقف وراء هذه المنظمة. يعني تتحدث وكأن إسرائيل هي عدو لروسيا. دعني أنتقل للسيد أحمد كامل، سأدعه طبعا إذا كان لديه تعليق للرد على هذا الكلام، بالأخص هذه الفكرة الأخيرة وكأن الإسرائيليين يعني هم أعداء للروس وأنتم تنظرون إليهم على أساس أنهم أعداء وهم محتلون وإلى ما ذلك. يعني بصراحة سيد كامل، كيف تعلق خاصة أن روسيا تكاد تكون الدولة الوحيدة والجهة الوحيدة في العالم التي تتهم منظمة الخوذ البيضاء بأنها إرهابية؟ تفضل. أولاً، أبطال الخوذ البيضاء لم يذهبوا إلى إسرائيل، ذهبوا إلى الجولان السوري المحتل، والجولان السوري المحتل هو أرض سوريا. مروا من سوريا المحتلة من قبل روسيا إلى سوريا المحتلة من قبل إسرائيل، وراحوا لبلد عربي اللي هو الأردن. ما راحوا لإسرائيل إلا إذا كان روسيا اعترفت بضم الجولان. أنا الآن أعرف منه أنه يبدو أن روسيا اعترفت بضم الجولان، لأنه هن ما راحوا على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، ما راحوا لما يسمى بإسرائيل، راحوا لجولان السوري المحتل. هل روسيا اعترفت بضم إسرائيل للجولان السوري المحتل؟ أنت عم بتقول راحوا لإسرائيل، هن ما راحوا لإسرائيل، راحوا للجولان السوري المحتل ومروا فقط إلى الأردن. ثانيا، ليش ما موجودين في مناطق النظام؟
ما موجود في مناطق النظام يا سيد، لا منظمات دفاع مدني حرة ولا أحزاب حرة ولا صحافة حرة، ما في شيء حر في سوريا في مناطق سيطرة حكومتك الإرهابية المافيوية. والعجيب الغريب أنه أنت تتكلم بنفس لغة رئيس الدولة ووزير الخارجية ورئيس المخابرات ووزير الدفاع والمحللين السياسيين والصحفيين الروس، كلهم بيحكوا كلام واحد مختلف عما يقوله العالم أجمع. يعني أنت عندك في بلدك الحرية صفر، وأنت تكرر كلام المخابرات وكلام الدولة وكلام الجيش الروسي حرفيا. يعني غير فيه شوي حتى تأخذ مصداقية، حتى تقول أنا محلل سياسي أو أكاديمي. اختلف عن رواية المخابرات الروسية بنسبة 1% حتى نصدق الكذبة، ولكن أنت تكذب. أنت تمثل نظام مافيوي محتل لسوريا معادي للحرية، وهو يكره هؤلاء الناس لأنهم يساعدون السوريين على الحياة، وأنتم الروس تريدون الموت للسوريين. فهذا هو التناقض ما بين الطرفين، واحد يريد الحياة للسوريين وواحد يريد الموت للسوريين. وأنا بتحداك يا تابع للمخابرات الروسية أنه نحن بدنا نعيش، السوريين بدهم يعيشوا رغما عنكم، رغما عن كل القوة المدمرة اللي عندكم بدنا نعيش، لأنه مر علينا أشرس منكم وهن انطردوا ونحن بقينا. ولن تستطيعوا قتل إرادة الحياة في سوريا مهما قتلتم. طيب سيد أنتيكوف، يعني قبل الانتقال لسيد رائد الصالح من جديد، كيف علمتم بأن منظمة الخوض البيضاء وعناصر الدفاع المدني يعدون لهجوم بالأسلحة الكيميائية؟ كيف علمت روسيا ذلك؟ أولا أنا أود أن أشير إلى نقطة مهمة جدا. عندما الشخص يرتدي خوذ البيضاء وقبل أن ترك السلاح، هو لا يصبح عاملا أو شخصا أو موظفا الإنسانيا، وهذا لا يعني أنه يبدأ أن يقوم بالعمليات الإنسانية. هو فقط يرتدي الملابس الأخرى، ولكن هويته لا تزال نفسه. هذا أولا. شيء ثاني، نحن شاهدنا الحقيقة كل هذه المسرحية حول إدلب حاليا هي في الحقيقة نفس السيناريو الذي شاهدناه في السابق حول الغوطة الشرقية. في شهر مارس حذرت وزارة الدفاع الروسية أن الآن هناك تنظيم للاستفزاز باستخدام الأسلحة الكيميائية. بعد ذلك شاهدنا عدة صور والفيديوهات، هذه الفيديوهات منشورة من قبل خوذ البيضاء، وبعد ذلك شاهدنا الضربات الأمريكية ضد سوريا. الآن في إدلب نفس السيناريو، تحذير روسي شاهدناه، يعني التحذير الروسي حول يعني إرادة خوذ البيضاء لتصوير الفيديوهات. يعني نحتاج فقط يومين كما قالت وزارة الدفاع الروسية لنتأكد هل فعلا روسيا الموقف الروسي صحيح أم لا. أنا أعتقد المشكلة أنا كذلك سيد أنتيكوف، خرجت تحقيقات وأدانت النظام باستخدام هذا السلاح. سيد رائد، يعني لا ندري، روسيا تعلم كل شيء، يعني بصراحة عجيب هذا الأمر، خاصة فيما يتعلق أو عندما يصل الأمر ويتعلق بالأسلحة الكيميائية. نشاهد أن النظام وروسيا يصرحان بأن هناك استهداف بالكيماوي، ومن ثم يقومان باستهداف مناطق مدنية بالسلاح الكيماوي. هل تخشون من استهداف جديد بالأسلحة الكيميائية أنتم في الداخل السوري من قبل النظام؟ حقيقة أصدق كلمة ذكرها المحلل الروسي هو أن السيناريو سيعاد. تهديدات روسية باستخدام أسلحة كيميائية، هناك فبركات، هناك هاي، ومن ثم يتم استخدام سلاح كيميائي في تلك المناطق التي يتكلم عنها الروس والنظام. نحن حقيقة الآن نخشى من أن يكون هناك هجمات كيميائية في عدة مناطق من إدلب، لأن السيناريو سيتكرر. ولكن يعني أنا دعني أن أوجه سؤال للمحلل الروسي، إذا كانت روسيا تعلم من يستخدم الأسلحة الكيميائية في سوريا وهي تتهم الخوذ البيضاء، لماذا استخدمت روسيا 7 فيتو في مجلس الأمن لإيقاف التحقيق
في سوريا عن المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية بعد صدور تقرير 28/10/2017. اليوم حقيقة ما مارسته روسيا من حجم الضخ الإعلامي والتضليل الإعلامي في محافظة إدلب وشن حرب نفسية على المدنيين بإخافتهم من استخدام أسلحة كيميائية هي تماثل سيناريو الغوطة الشرقية. نحن شاهدنا بأن كيف تم السيناريو في الغوطة الشرقية بأنه سيكون هناك استخدام أسلحة كيميائية إن لم يكن هناك توقيع اتفاق استسلام من قبل الفصائل العسكرية في الغوطة، ومن ثم تم استخدام للسلاح الكيميائي في الغوطة الشرقية، وبعدها كان هناك الاتفاق بعد الضغط الشعبي الذي حصل على المدنيين والضغط النفسي والحرب النفسية التي مارسها النظام الروسي والنظام السوري على المدنيين في الغوطة الشرقية. نحن نخشى أن يتكرر نفس السيناريو في إدلب حقيقة، لأنه ما كان يوجد في الغوطة الشرقية حوالي 300,000 نسمة، لكن اليوم عندما نتكلم عن إدلب نتكلم عن أكثر من 3 مليون شخص موجودين. صحيح. نصفهم في المخيمات، يعني أين ستذهب هذه الناس؟ أين لا يوجد هناك إدلب أخرى، لا يوجد أماكن أخرى للنزوح. إذا حدثت الكارثة في إدلب فإنها فعلا ستكون أكبر كارثة إنسانية. طيب. ستحصل في القرن 20 و21. طيب دعني أمر على الاستطلاع اليومي الذي نجريه على صفحة هنا سوريا على فيسبوك. سألنا هذا السؤال اليوم: هل تصدق مسلسل الأكاذيب الروسية عن منظمة الخود البيضاء؟ النتائج جاءت 5% نعم و95% لا. سيد أنتيكوف، قبل أن نتوجه بالسؤال الأخير للسيد كامل، سيد أنتيكوف، يعني هذا استطلاع رأي على وسائل التواصل الاجتماعي يوضح حقيقة الأمر صراحة، يعني إلى حد كبير أغلبية السوريين باتت لديهم قناعة بأن كل ما يصدر من تصريحات عن روسيا هي عبارة عن أكاذيب لا تتعدى ذلك. في الحقيقة يجب أن ننظر إلى الواقع وليس للاستطلاعات، يعني نحن في خلال الحرب الإعلامية وهذا شيء واضح تماما. والواقع أنا أود أن أذكر نقطة وشيء بسيط جدا. قبل بعض الأشهر، 3 أو 4 أشهر، أعلنت وزارة الخارجية الروسية الأمريكية في بيانه بأن مسلحين في إدلب يمتلكون على الأسلحة الكيميائية، هذا ما اعترفت به واشنطن ليست روسيا. والآن نحن أمام، على ما يبدو نحن أمام الاستخدام الأسلحة الكيميائية الجديد، وسؤالي هنا من سيقف وراء هذا الاستخدام؟ النظام بشار الأسد التي لا معنى له باستخدام هذه النوع من الأسلحة خاصة في دول الاتهامات وتهديدات من قبل أمريكا وغيرها من الدول الغربية، أو المسلحين أو الإرهابيين الذين يمتلكون على هذه الأسلحة وهم يفهمون بكل وضوح أن كل الاستفزاز مع استخدام الأسلحة الكيميائية سيتهم هذه الاستفزاز أو سيقع اتهام من هذا الاستفزاز على السلطات في دمشق. برأيي الشخصي الجواب واضح هنا، ويعني هذا الواقع. طيب سيد كامل، يعني بالتأكيد إذا كان لديك رد أو ملاحظة على ما تفضل به ضيفي من موسكو، وأيضا شاهدنا في فترة سابقة عندما صرح الجعفري أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي وقال بأن هناك هجوم كيميائي يتم التجهيز له في إدلب، وبعدها بفترة بسيطة بالفعل قام النظام باستهداف خان شيخون. هل هذه مؤشرات لهجوم كيميائي جديد قد يشنه النظام على محافظة إدلب أو مناطق متاخمة بين ريفي إدلب وحماة؟ هذا ممكن، كما هو واضح من المتحدث من موسكو أنه عديم الإنسانية، أنك تكلمه وكأنك تكلم حجر أو صخرة يكرر نفس الكلام ويعيد تكراره ويكرر نفس الكلام تبع الدولة بدون ولا ذرة من الإنسانية، بدون ولا ذرة الاحترام عقل الإنسان، يقول لك أن الواقع هو هذا ونحن نرى أشياء أخرى. يعني الواقع بالنسبة له هو ما يتلقاه من أجهزة المخابرات، الواقع بالنسبة لنا هو ما نراه وما نعيشه نحن وأهلنا. نحن أمام عدو عديم الإنسانية، عديم الأخلاق، يعني في أعداء تحترمهم قليلا
هذا عدو لا يستحق أي نوع من أنواع الاحترام، لا يقول الصدق أبدا، يكذب باستمرار، لا حدود لوحشيته ولا حدود لكذبه، ويجب أن نقاوم هذا المحتل الروسي المتوحش الكذاب. إنه محتل متوحش بلا حدود وكذاب بلا حدود، وليس عنده ولا ذرة من الأخلاق. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي السيد أحمد كامل، كنت معنا مباشرة من إسطنبول. أيضا الشكر موصول لرائد صالح مدير الدفاع المدني، كان معنا أيضا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. وأيضا الشكر موصول للمحلل السياسي الروسي السيد أندري أنتيكوف، كان معنا مباشرة من موسكو، شكرا جزيلا لكم جميعا. الشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا، نلتقي غدا وحلقة جديدة من هنا سوريا، كل الاحترام والتقدير، إلى اللقاء.